أوه، ألم يحن موعد الغداء بعد؟ واو، تبدو أوليفيا شهية جداً. هل هذه كريمة الفانيليا؟ مايلز، أبعد سمك الكريه عني. غريب. انظروا لزينة الحلوى هذه. أريد قضمة واحدة فقط. بصحة وعافية. هاي، إلى أين تذهبين؟ أنا جائع فقط. قضمة صغيرة. ما يتحدث؟ وأخيراً. مقطع رائع. الوقت المفضل لدي. أفضل غداء معي. سأرتب أدوات طعام تماما كما علمتني أمي. كنت أنسى المنديل. هل تتخيلون هذا؟ سأحمي هذه البلوزة، إنها الأجمل. يبدو هذا جيدا. لا يمكن المخاطرة بالتعرض للمرض، صحيح؟ لا جراثيم. حان وقت الغداء، ها؟ لكني لم أسمع الجرس. بما سأقطع هذا الخبز؟ سأستعين بالمقص. حسناً، هنا في الوسط. ما كل هذه الفوضى؟ فيما تحدق يا فتى؟ هذا سخيف. لا، مهلاً أوليفيا. أمسكت بكم. أجل. المكون السحري. ستفي هذه بالغرض. مناسبة تماماً، أترى؟ بطاقتي شخصية، ماذا تفعلين بها؟ حسناً، أمسكت بها. سأنظفها فيما بعد. هل تعرف ماذا يحتاج هذا؟ القليل من السكر، أو ربما الكثير منه. أليس هذا جميلاً؟ هاي، هل هطل الثلج؟ ممتاز. عذراً، لا تقلقي، سأتولى الأمر. لن يرغب أحد في تناول الحلوى مع الشعر. سأخذها للحظة. هذا مقزز، خذي. لذيذة حقاً. جيد أن يستمتع أحدنا بها. التالي. بطاطس، مهلاً، توقف. لا أريد الكثير منه. هذا أسهل، ضع القليل فقط. ممتاز، شكراً. بطاطس، كمية كبيرة لك. رائع. مستعد لتناول الطعام؟ خذ هذه. حسناً. هنا. أحب تناول البطاطس. سأجعل الطبق يدوم طويلاً. اللقمة الأولى هي الألذ دائماً. ما زال كود رحيلة. ماذا سأفعل؟ يجب أن أحرق هذه السعرات. ماذا؟ أريد قفازاتي. هاي، من فضلك يا مايلز. حسناً. شكراً. هيا بنا. كما تريدين. القفز بالحبل؟ لماذا؟ بالطبع يا أوليفيا. ماذا سأفعل أيضاً؟ أجل، تمارين الكارديو. تقنية مثيرة. تباً. هل تعطيني الأثقال؟ حقاً، وكأنه لدي خيار آخر. هذا ثقيل جداً. كم هذا الشيء ثقيل. شكراً، هذا أفضل. بيد واحدة. أشعر باحتراق العضلات. حسناً، انتهيت. التالي. ماذا الآن؟ ألا يمكن للمرء أن يتناول طعامه بسلام؟ من الأفضل أن يكون هذا الشيء الأخير. سأضع هذا. تمرين جيد. ماذا، حلوى؟ ياه، لا يمكنني تناولها.
أريد تناولها حقا. هيا قاومي رغبتك. أنا أستسلم. هذا جيد، كنت بحاجة إلى هذا أكثر منك. والآن سأتناول طعامي بسلام. ظننت أني لن أحظى باستراحة، فحصلت على وجبة خفيفة. هذا مثير، الحلوى المفضلة لدي. أتسمعين هذا؟ لدي طعامي الخاص أيضا، ساخن وطازج. صحة وعافية. لعبة الوجبات الخفيفة هذه زوجية. أيا كان. واو، لن تستطيع تناول هذا كله، لكني قادر على إنهائه حتى آخر قضمة. ستشعر بالغثيان بلا شك، لكن لا يهم. سأتناول أول شطيرة برجر. مالحة. انتباه، مقزز، لكنه يملك مهارة جيدة. لا وقت لاستخدام أدوات الطعام، سألتهم كل شيء هنا. أنا لا أكل بشراهة، ليس كذاك الوحش. ماني الوحش؟ انتهيت. وأنا انتهيت أيضا. حسنا، حان وقت التنظيف. سأستخدم مناديل أكثر. متعدد المهارات، أليس كذلك؟ تبا، انتبه لهذه. حسنا، إنها مجرد مناديل. ما هذا؟ شاي مثلج؟ يساعدني في عملية الهضم. هذا ليس عادلا، أريد شيئا لذيذا لأشربه. أعطيني هذا الشيء، لديك الكثير منه. هاي، هل جننت؟ انظر كم سكبت منه. أتريدين التسديد؟ وقت تناول الطعام. ياي، ماذا لدينا اليوم؟ لا يمكنني تناول الجزر والخبز. هكذا هذا أفضل، لما يستخدمون أطباقا صغيرة. لم تتناولي قضمة واحدة؟ أريد قضمة مثالية. حسنا، الكثير من البذور، ليس سيئا. بذور، أسرعي يا أوليفيا. أحتاج بضع دقائق فقط، لا يمكنني الإمساك بقطعة الجزر هذه. هيا، ها أنت لي. لذيذة. ماذا؟ دعيني أساعدك. أمسكت بها. حسنا، لكن يا أوليفيا. اهدأ، كل شيء على ما يرام، إنه مجرد غداء. لكني أريد الذهاب للعب. غيبوبة الطعام. لذيذ. ماذا حدث؟ ما زلت تأكلين؟ أنا ذاهب من هنا. حسنا، ما مشكلته؟ أستمتع بطعامي، هل هذه جريمة؟ سعيد جدا لأن غداءنا اليوم من الدجاج المقلي. هل نبدأ؟ تبدو شهية لي أيضا. هذا رائع، ومذاقه رائع أيضا. يمكنني إضافة بعض التوابل، هل تمانع لو؟ كيف تناولت هذا بسرعة كبيرة؟ ماذا؟ كنت جائعا. لا أحكم عليك، لم أبدأ بتناول طبقي حتى. واو، هل كل هذه الفاكهة لك؟ غريب، أيا كان، ما زلت أحتاج شيئا ما. ماذا؟ كيف تناولت هذا كله؟ أنا أمضغ طعام بسرعة. كنت سأقول ذلك. ها هو الفل. واو، كعكة كبيرة من الشوكولاتة. لا تقل إنك. أنني ماذا؟ أجل. لذيذة. لا بأس إن كان هذا يساعدك. أحتاج المزيد من التوابل. سأحضر ال مايلز. على الأقل لدي طعامي، وهو مدبل بشكل جيد. هل أكلت كل الدجاج؟ ألا تتحكم بنفسك؟ يا إلهي، أشعر بالتخمة. ها
هل جعلك هذا الفيديو تشعر بالجوع؟ أخبرنا بالنوع الذي تنتمي إليه من بين أنواع أكل الطعام، ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتضحكوا سويا. هل شاهدت الفيديو؟ اشترك في قناتنا لتشاهد ما هو جديد وممتع.